أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا شخص يعمل دخان، وإذا أتى وقت الصلاة يتوضأ ويشق عليه إزالة الدهان حيث يصعب إزالته عليه، والسؤال هل وضوءه صحيح؟ غير صحيح إذا كان الدهان يتجمد، إذا كان الدهان يتجمد على الجلد ويمنع وصول الماء إلى الجلد فوضوءه غير صحيح، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، فيحاول إزالة هذه المتجمدات على بشرته من الأدهان، وفيها أشياء فيها مواد تزيلها هو يعرفها يزيلها قبل الوضوء، وبإمكانه عند وقت الشغل أنه يلبس أشياء على يديه أو على رجليه يلبسها وتمنع التقاط هذه الدهانات الجامدة على ذراعيها وعلى كفيها وعلى رجليه، يلبس أشياء خفيف من هذه الأمور.